السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بداية ودون مقدمات، مثلما أن جمود الإنسان وتحجره السياسي والفكري وعدم قيامه بمراجعات نقدية مستمرة على مواقفه يعتبر نقيصة وخللا، فإن الإفراط في جلد الذات أيضا وتقمص الضعف وقلة الحيلة يعتبر نقيصة وخطيئة وعلامة عجز. أسوق هذه المقاربة لأن المجاهدين لا يطيقون سمعا لكل نائح وباك على قارعة السياسة، والمرابطون يضيقون ذرعا بكل مزايد ومتاجر ومساوم على قضايانا الكبرى، وهذا ما حدث تماما لدى عدد من الأطراف الدولية المتخاذلة والمتقاعسة عندما أطلق العنان لتسويق ما يسمى بصفقة القرن. ماذا حدث بعد ذلك؟ فورا نصبت جلسات البكاء العامة، وفورا قيل أن القضية الفلسطينية انتهت وتمت تصفيتها، وهناك من ردد: خذوا ما يقدم لكم الآن حتى لا يأتي يوم لا تجدون فيه شيئا يقدم لكم. إن هذا النوع من الخطاب مضلل ومراوغ، ويلبس الحق بالباطل، ويقفز إلى استنتاجات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. وهذا النوع من الخطاب يرد عليه بالتالي: صفقة القرن ولدت ميتة، ولن تنفع 1000 إدارة و1000 مؤسسة دعاية وإعلان في تسويقها. توقيتها غير ناضج، وتنم عن سذاجة غريبة وتسرع مثار سخرية، مرفوضة من أصحاب القضية أنفسهم، من الفلسطينيين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مرفوضة من العرب قيادات وحكومات ونخب وشعوب. وبهذه المناسبة نشيد ببيان الاجتماع الوزاري العربي الأخير في القاهرة، مرفوضة إسلاميا من الرباط إلى جاكرتا. الأوروبيين غير متحمسين ويدركون عدم واقعيتها واستحالة قبولها وتطبيقها. المفارقة هذه المرة أن أصوات أمريكية ويهودية كثيرة أبدت رفضها لهذا المشروع. من بقى إذن؟ لا أحد. أنا لا أبالغ هنا، لا أحد مع هذه الصيغة المسخ لتسوية افتراضية مضحكة. أقول هذا الكلام حتى لا أترك لضعاف النفوس ومحترفي الانصياع والاستسلام أن يفرضوا خطابهم المريض علينا. صفقة القرن لن تبرم، وعلى من يريد أن يسوق لتسوية سلمية أن يعمل حثيثا من أجل خلق شروط صحية ومتكافئة وعادلة للتفاوض، سعيا إلى سلام حقيقي ينتهي بدولة فلسطينية كاملة الحقوق على كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. عدا ذلك أنتم تضيعون وقتكم ووقتنا، يريدون منا بيع أرضنا وخذلان شعبنا والتنازل عن تاريخنا وإهانة كراماتنا والطعن بعزتنا وشموخنا. مقابل ماذا؟ مقابل حفنة إغراءات مالية. نحن الشعوب العربية نقول لكم: ما رأيكم أن تتركوا مقدساتنا وتغربوا عن وجه أرضنا المباركة مقابل حزم مالية أضعاف ما تعرضونه؟ حينئذ ستكون حقا صفقة قرن رائعة. أيها الأخوة والأخوات، إن الفلسطيني الذي تراهنون على يأسه وضعفه ما زال في رباط ونضال، والعربي الذي تراهنون على خذلانه ولا مبالاته، هو كائن مسكون بالرفض ومغمور بالغضب. والمسلمون عاطفة جارفة ووجدان لا يموت، والأحرار في كل العالم لا يرضون بالحيف. هذه هي المعادلة، وهذا هو المشهد الحقيقي للعالم، وعليكم الإقرار به. الأخوة الكرام، نعم، نحن كعرب ومن ناحية المبدئية مع كل جهد يبذل من أجل التوصل إلى سلام وهو محل تقديرنا، لكن السلام الذي ننشده هو سلام حقيقي، سلام عادل، سلام يعيد الحقوق ويؤصلها، وليس سلاما مزيفا يفتئت على حقوق الفلسطينيين ويجعلها في المهب. سلام يحسم بإنصاف قضايا السيادة والحدود والأمن واللاجئين والمياه. وقبل كل شيء،
سلام يصون عروبة القدس بأقصاها المبارك ومقدساتها المسيحية. وحتى نصل إلى تلك النقطة التي تبذل فيها الجهود الدولية لخلق أرضية مواتية لتسوية عادلة ومنصفة، سنظل نحن متمترسين وراء رفضنا، وسنظل مستمرين في كفاحنا، في مقاومتنا، في صوغ خطابنا الموجه إلى كل دوائرنا العربية والقارية والدولية، غير مبالين بالأصوات المثبطة للهمم بحجة الواقعية، والباعثة على اليأس بحجة قراءة التغيرات، والدافعة إلى الرضوخ والتقاعس بحجة أن لا فائدة من الصمود. أخواتي أخواني، بقي أمر مهم وأنا أكرره للمرة الثانية، كل صوت يحاول تصوير اجتماعاتنا على أنها هايد بارك سياسي ومحفل لتبادل الخطب الرنانة هو صوت مشبوه، وكل نداء لنا بأن القول لن يفيد وأن الفعل هو المطلوب هو نداء حق يراد به باطل، وكل دعوة إلى أن نفضها سيرة عن فلسطين وأن نكون عمليين ونلتفت إلى قضايا التنمية والديمقراطية والتقدم هي دعوة مريبة ولا تبعث على الطمأنينة. أقول هذا لأن العدو يريد منا ذلك، أن ننسى أو نتناسى، أن نغفل أو نتغافل، أن نموت عجزا أو نتماوت، أن ننشغل بأنفسنا وخلافاتنا ونتشاغل. هم يريدوننا أن ننقل فلسطين من المركزية إلى الثانوية، ومن المتن إلى الهامش، ومن ساحة اللعب والصراع إلى مقاعد المتفرجين، وهذا لن يحدث. هذا لن يحدث. لا التاريخ في صفكم، ولا الجغرافيا تعينكم، ولا الديمغرافيا في صالحكم، والثقافة خصمكم، والعاطفة ردعكم، والوجدان الجمعي ندكم. ولذلك أقول لمن دعا إلى مؤتمر الطارئ هذا بوركت، ولمن استضافنا مشكورا أوفيت، ولمن حضر من برلماناتنا العربية هذا العشم بكم، وما ضاع حق وراءه مطالب. ستعود فلسطين وستعود القدس عاجلا أم آجلا، فذلك وعد غير مكذوب. وفي الختام وباختصار شديد، نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم، أقول هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن، مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.